السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم يا أهل الخير في كل مكان. مرحبا بكم في سيراننا الأسبوعي، سيران في بستان القرآن بصحبة الخلان، طاعة للرحمن ومحبة بالنبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم في مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن الذي كان هو يوم الجمعة السابعة مساء، ولكننا في رمضان الآن ارتأينا أن يكون يوم السبت لظروف خاصة، يوم السبت الساعة السادسة مساء. فمرحبا بكم يا إخوتي، وأسعد الله مساءكم، ونبدأ مجلسنا بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وبارك لنا في رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأداء الصدقات وصلة الأرحام، وصلي على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وأطفئ نار الحرب في بلاد الشام، وأوقف القصف يا الله، وآمن المروعين، وصل على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وفك أسر العلماء المسجونين في كل مكان، واعدهم لنا سالمين غانمين، وصل على محمد وآله وصحبه وسلم. يا إخوتي، كما قلنا نحن ما زلنا في سورة البقرة. أخونا أبو مجد إن شاء الله سوف يقرأ لنا الآيات، بين ريثما أنا أحضر نظارتي حتى أستطيع أن أكون معكم على الوجه التمام. لا تنسوها، ابتسم أنت صائم. هذا لازم يكون شعارنا، ابتسم أنت صائم. ما بصير تكون صائم وعامل لي بوزم، يعني شو عم يعني عم شو بوزم انك صايم؟ ابتسم، ابتسم ورجي انك مبسوط بطاعة الرحمن. لا اله الا الله. تفضل سيدي بما اجيب نظاراتي بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما حرم عليكم الميت. لا بها، لكن هي قبل ابوها، هي ما لنا، هي ما اخذنا. اوكي. يا ايها الذين امنوا ما هي ما اخذنا، صح؟ المرة الماضية. 172 كله من طيبات ما رزقناكم. كله من طيبات. هاي من هون سيدي. اوكي تمام. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. لعن المساء. اللي بعده. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا رب. إذن لحنا بالآية 172 من سورة البقرة. قبل ما نجي لحنا على السيرة منمر على السوق، سوق الهال، منجيب لنا شوية من عند السعدي وابن كثير والنابلسي والشعراوي وغيرهم من العلماء، نمر عليهم حتى نجهز حالنا للسيران. لحنا بسورة البقرة كما قلنا آية 172. يا أيها الذين آمنوا
كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نبدأ بهدلون الآيتين إن شاء الله ثم نتابع. هات لنشوف مين بده يجود بالموجود. ابتسم أنت صائم. تفضل يا سيدي. نشوف ناخذ مجد الدين حضر بعد إذن والده طبعا حتى ما تفضل. يا لاد آني حياتي أنت حياتي. يقول تعالى ابن كثير يقول تعالى آمر عن عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه على ذلك إن كانوا عبيده والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد. بقول السند ولا لا ما في داعي للسند. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إنا بما تعملون عليم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. رب العالمين عم رب العالمين عم بيقلنا إنه هون نحن شوي أخذ الصيام هلا بس عشان نعرف نعقب بده لحتى يلنص بس ما لنص ما زود في أكل طيبات. فإنه رب العالمين عم بيذكر عباده هي الآية للعباد. الآية الأولى كانت لجميع الناس والآية الثانية كانت هي لعباده. الآية الأولى كانت هلا نرجع للآية الأولى. عم بيقول لهم انه كلوا واشكروا وبيقولوا انه العبد هو اللي بياكل اللي بيشكر هو عباد الله. يعني هن الناس اللي يعني اللي بياكل اللي ما بيشكر هذا ما هو من الناس ما هو عباد الله اللي عم بيكلمه رب العالمين بهي الآية. يعني لازم كده وانه لازم يكون اكلك حلال الطيبات هي الحلال تتحرى اكلك انه اذا حلال ولا حرام. ويعني بالاخير المردود لك ان اكلت حرام فانت لا دعائك مستجاب ولا شيء في حياتك رح يمشي حياتك حرام بحرام. وهيك يعني هيك المقصد من الايه. الله يرضى عليك. هات لنشوف ابو محمد اخوكم اللادقاني مجد الدين هيج لكم سؤال ابن كثير. يعني هو مر على ابن كثير. هلا نشوف ابو محمد شو بيقول الشعراوي وقال النابلسي. خالط بين اثنين يعني. إيه معلش حلوة. إخواني يا من آمنتم بالله أنتم بعبد إيماني مع الله. لا إله إلا الله. نعم. أن الله هو الخبير وهو الكبير والعليم القدير الرحيم وإليه المصير. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فقد طلب من المؤمنين الله تعالى أن نأكل شيئا تطيب به نفوسنا. وأن يتقوى هذا الجسم بهذا الطعام على طاعة الله وأن تطمئن النفس أنه حلال وبالحلال يرتاح الإنسان أنه طعام حلال. نعم. وعلى المؤمن أن يتحرى الحلال في رزقه. أحسنت. من ماله وطعامه ولباسه وشرابه. نعم أحسنت. هلأ ممكن الواحد يعني يروح يشتري كيلو لحم حلال لحم حلال بس ماله جامعه واعوذ بالله مثلا من حرام صار طعمه اهل بيته حرام خلط حلاله بحرام فصار حرام. حرام اكيد. فلازم الواحد يتحرى الحلال في رزقه. والمؤمن يشكر الله لانه المنعم لان رب العالمين هو المنعم علينا. والكافر مع النعمه بيتفنن بهالنعمه وبتمتع فيها كيف ما بده ولكنه كافر بالمنعم يعني كافر بالله أعوذ بالله لأنه عم يتمتع بهالنعمة هي وما عم يشكر رب العالمين. بس إن كنت يعني إن كان الواحد إن كنت عم تعبد الله فاشكره فإن لم تشكره فكأنك لا تعبده. والشكر من لوازم العبادة. أحسن. لذلك تعريف العبادة غاية في الخضوع مع غاية الحب.
بالنسبة للأنعام اللي بناكلها هي تشبه الإنسان بأجهزتها، فالدم بيغذي خلايا الجسم، وهذا الدم يصفى عبر أجهزة بالجسم عبر الرئتين من غاز الفحم، ويخرج عن طريق التنفس وعن طريق الفضلات السائلة كحمض اللبن، وتطرح عن طريق الكليتين أيضا والطريق الآخر وعن طريق غدد التعرق. وإذا مات الحيوان بيبقى دمه في اللحم، فأكله بيصبح محرم لأن الدم هذا ما نقي، فيه فضلات الحيوان والجراثيم. ولما أمرنا رب العالمين بالذبح وأنه يبقى راس الذبيحة موجود موصول بالجسم، هاي حكمة ما حدا اكتشفها، يعني هاي أمرنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين من 1400 سنة، بس هاي الحكمة ما حدا اكتشفوها غير لهلأ العلماء. بس لحتى بس من ناحية بس طبية، معيش شو بيسموه هذا، استعراض ولا شو بيسموه، بين قوسين الدم ما في جراثيم، لكن الدم قابليته انه يتجرسم سريعة جدا لانه فيه مغذيات كثيرة. اما هو المقصود انه في اللي بالخلايا اللي مار، هذا الشعراوي الله رحمة الله عليه كان يتكلم هذا الموضوع اللي عم يحكي عنه اخونا ابو محمد، يعني حكى بالنسبة للمعلومات اللي هي عنده يعني. لكن الشيء المعروف يعني مثل ما عمول أخونا وحمد الله يشرح لكم إنه كيف إذا كان الشيء المخنوقة كيف بتكون الدجاجة المخنوقة، يعني الدجاجة المذبوحة اللون تبعها والطعم تبعها وكلياتها، هي إنه الدم ضل فيها. نحن عندنا الدم ما يجوز أكل الدم عندنا في ديننا. تفضل حبيبي القلب. لأنه نبضات القلب هي بالعادة بتكون 80، بس لما بتعرض الإنسان للخطر بترتفع على 130 140 وبتتسارع، بس عند الذبح بتصير fight or flight، بصير عنده هذا بيسموه fight or flight. نعم، بصير 180 وبيعطي الأمر. أنا تدخلت بموضوع هذا، موضوع عند دكتور مني. الله يرضى عليك. ما أحلى شيخ شعراوي وعم يحكي بالطب، والله يسلم لي روحه رحمة الله عليه. إيه؟ بيعطي الأمر بإخراج الدم وبصير اللحم لونه وردي، ما مثل لما بتنخنق ولا بتموت بصير زرقة أزرقة هيك. نعم، واللحم بيكون مشبع بالدم. لذلك رب العالمين حلله وحلت لنا الميتتان. هاي الآية الثانية، هلا أنت دخلت بالآية الثانية بدك تكمل. يلا كمل، يلا ما بيأثر، تفضل. ناخذ الآيتين مع سوا. إيه، ناخذ الآيتين مع سوا. نعم، الميتتان والدمان. الميتتان هن السمك والجراد، الحوت والجراد. نعم. والدمان الكبد والطحال. الكبد والطحال، نعم. لما بيصطادوا السمك بتلاقي الغلاصة بصير لونها حمر، كل الدم بتجمع بالغلاصين. رب العالمين عشان هيك حللنا السمك، وقال لا نأكل الخنزير لأنه يأكل الفضلات والجيف والجرزان، ورب العالمين خلقه لمهمة له في الأرض. نعم. والإنسان يتأثر بطباع الحيوان المأكول. لا 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 لا، شو عم تقول أبو محمد؟ هاي حلوة، هاي لازم تحكي لنا عنها شوي زيادة. الإنسان يتأثر، الإنسان يتأثر باللحم الذي يأكله. هذا مظبوط، ديروا بالكم. هاي بياكل لحم جمال غير اللي بياكل لحم غنم. سنة إنه يأكل لحم جمال. إيه بعرف، بس إلا شو تحكي لنا شلون يعني الواحد يتأثر باللحم اللي بياكله. إيه هلا، وعند رب العالمين يعني حرم الخمر. الخمر، نعم. لكن هناك شراب كتير يعني يمكن انه يشربه الانسان، في كتير شراب بس الخمر حرمه، يعني في كتير شراب فينا نشربه. يعني الله عوضك عن شيء، عن الحرام، خوخ، كل شيء فينا نشربه. نعم. بس عند الذبح لازم احنا نهلل ونكبر، فاذا لم نكبر ونهلل فاننا لم نعظم المنعم، وهذا الطعام لا يؤكل. نعم، فلا تعظيم إلا لله عز وجل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لكن إذا اضطر الإنسان وكان على وشك الموت وبينه وبين الموت يعني دقائق، يمكن له أن يأكل. إذا ما في قدامه غير لحم خنزير يمكن أنه يأكل، بس بيأكل لقيمات ليختار، ما بيأكل لحتى الشبع. أو إذا كان مثلا عطشان ولح يموت، أو متشردق لح يموت وما في قدامه غير خمر، ممكن أنه يجرع جرعة لحتى ما يموت. نعم. وهي الفرضية يعني أن تأكل لحم خنزير تشرب الخمر
بس للبقاء على الحياة، وأن لا تموت لا تهلك، وهذا بدون اعتداء على آخر يكون بنفس الحاجة. والله غفور رحيم لمن يذنب، فكيف بإنسان يعني أكل شيء محرم بس عشان يحفظ حياته؟ فإن الله غفور رحيم، والحمد لله رب العالمين. الله يسعدك. يا تب شوف محمد ابو مجد، الله حيه، الله حيه ابو علي. والله ابو علي ابتسم، انت صائم يا ابو علي. هل هذا الامر امر المؤمنين خاصه بعد ما امر فيه كافه الناس الله سبحانه وتعالى ان كلوا من طيبات ما رزقناكم؟ هون شو أول واحدة يا أيها الناس، هي الثانية أيها الذين آمنوا. نعم. هون يوجه خطاب للمؤمنين، لك يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. نعم. هذا الأمر خاص بالمؤمنين بعد الأمر العام الذي كان لكافة الناس. نعم. وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي، يعني هم المسلمين هن المنتفعين بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم. لما الإنسان بيكون مؤمن بينتهي عن النواهي اللهم صل على محمد، بيعتبر بالأوامر. أحسنت. نعم نعم أحسنت. نعم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأكل الطيبات. نعم. فكل إنسان مؤمن بده يلتزم هذا بأكل الطيبات. نعم. من الرزق ولازم، والشكر لله على إنعامه، إنه الله أنعم سبحانه وتعالى لازم يشكر ربه إنه الله أنعم عليه في هذا الرزق. ويجب أن نستعمل هذا الرزق في طاعة الله عز وجل والتقوى والتقوي بها على ما يوصل إليه، ما يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. فأمرهم بما أمر به المرسلين. هون الله سبحانه وتعالى كمان أمر المرسلين. نعم. بس أمر المرسلين غير أمرنا نحن. قال يا أيها الرسل، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. هون فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح. الشكر عم يقول أبو مجد إنه هون الشكر هو العمل الصالح. نعم. شو دليلك يا أبو مجد؟ وهنا لم يقل حلالا للمرسلين. نعم. قال حلال للمؤمنين. نعم. لأن المرسلين العمل الصالح هو الشكر لهم. نعم. يعني نحن كمان باعتبار نحن لازم نقتدي بالمرسلين، لازم يكون كمان عملنا نحن صالح، لأن المؤمن. وعلينا وعليكم جميعا. شكرا شكرا، وانت بخير وانت بخير. في اخت من الاخوه المسيحيين يعني عم تقول لنا رمضان كريم على جميع اخواننا المسلمين، كل عام وانت بخير. وانت بخير. اهل الله دقيقه كلهم بعثوا لك سلام. الله يسعدكم، الله يسعد مساكم. يا هلا باحباب الرحمن، مجلس اهل القران واحباب الرحمن، تفضل. قال لان المؤمن اباح الله له الطيبات من الرزق خالصه من التبعه، ولأن إيمانهم يحجزه عن تناول ما ليس له، وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده. يعني أنت إذا نحن ما شكرنا الله سبحانه وتعالى معناته ما إذا ما نشكر فلان على 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 عطية وفلان على عطية، هو الشكر واجب، بس الشكر الأول والآخر لله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا السؤال الكون ابتسم أنت صائم أول شيء، بعدين السؤال واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عم يقول أبو مجد إذا أنت ما شكرت الله ما بتعبده، شو أنتوا رأيكم؟ أعطوني لشوف، هات لنشوف يا أهل، يا أهل الخير يا أهل العلم، شرحوا لي شو، فهموني. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. طيب شو إذا ما بنعبده ما نشكره يعني، أو إذا ما شكرنا ما بنعبده، كيف الارتباط فيها؟ هاي الارتباط هيك رايح وراجع، ولا ارتباط بجهة واحدة فقط؟ تفضل يا شيخي. كما أن من شكره فقد عبده، الشكر من العبادة. نعم. وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح.
لأنه لما الإنسان مثل ما تفضل أخونا أبو محمد أنه لما بتاكل حرام بدي ينعكس على نفسك. عيدها هي عجبتني تبع ال 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 شو قلت تبع لما بتنعكس لما بتاكل مال حرام لما بياكل مال حلال حرام ولا حلال بينعكس حرام اذا اكل مال حرام بينعكس عليه للواحد اذا اكل مال حلال كذلك الامر بده ينعكس على نفسه اي لانه اذا اكل مال حلال معناته عطى زرع الزرعات تبعه مية طيبه فبتطلع تطلع ال 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 الثمره طيبه صح ولا لا اذا سقيتها بمية بقين جيب البندوره سقيها بمية بقين دوم اطيبها يا اخي والله. أما سقيتها بمية تورا يا لطيف يا لطيف الله يعينك زك تاكلها. في أخ هون كتب الشكر بالقلب والشكر بالعمل الصالح، الشكر هو الإخلاص في العبادة. الله يزيكم الخير، هات لنشوف أولى مجد. حلو المجلس يلا ها. قلب الشكر لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة، الشكر يحفظ النعم الموجودة. أحسنت، بالشكر تدوم النعم. الله يسلم تمك يا حبيبي. إيه. ويجلب النعيم، يجلب النعيم. كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة، الكفر كذلك الأمر، يعني الشكر بجيب النعم والكفر نعوذ بالله من الكفر يبعد النعم عنك طبعا المفقودة ويزيل النعم الموجودة، حتى النعم الموجودة الكفر بزيلها. والله أعلم أو لو أعلم هذا ما الله يفتح علي. الله يفتح علي. مجد بدك تضيف شيء؟ يزهر الحلال يزهر الحلال والحرام يا مجد. لا والله ما في شيء، عم بتكون في فكرة بس راحت. لكن إذن قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذيك الأولانية. الثانية شو؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، تمام؟ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه كلها حرمها الله سبحانه وتعالى علينا نحن الذين آمنا. طيب فما طيب ما قلتوا لي وما أهل به لغير الله، شو هذا لما أهل؟ ما ذكرتوها؟ مين دي قلنا عليها؟ ما قلت يعني ما ذبح لغير الله، ما قدم القرابين والقصص أيام اللات والعزل، نعم، أو قتل من شان شغلات تانية غير انه لله مثلا، انه انا بتهلا عم بدي انا ما شهدت غير اول ايه قلت ساعتك اول ايه ابو مجد. طيب يلا ادخل بالايه الثانيه، فكرتوا ابو مجد مر لكم على الايتين؟ لا هات لنشوف ابو مجد. اوكي، ولما ذكر الله تعالى اباحة الطيبه ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم الطيبات من جهة والخبائث من جهة، حرم عليكم وفرق شتان ما بين الطيب والخبيث. نعم، فقال إنما حرم عليكم الميتة. هون الشعراوي أنا قرأت له رحمة الله عليه قال بين الميتة والميت والميت أيوة والموت، يعني هو فيه ثلاثة، الميتة هي المحرمة يعني هي اللي ماتت ومشي حالها يعني، أما الميتة هيدي الميتة نعم مثل هيدي المحرمة الميتة الميتة نعم. لما إذاك شدد الياء الميتة معناتها كل شيء بيموت محرم، صار محرم السمر، محرم الجراد، محرم الأهل، كل شيء بيموت صار محرم. فهون السعدي إنه هون عم يقول وهي ما مات بغير تزكية، يعني شو هو الميتة؟ ما مات بغير تزكية يعني ما دبح، ما طلع منه الدم، ما طلع منه شيء، هذا هو. لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها في نفسها، ولأن الأغلب أن تكون عن مرض يعني مريضة. لا غير أنه لما بتموت خلاص ماتت، هي كل الأوساخ صارت بالداخلة مثل
الدكتور بيعرف مثلا الدم بالجسم بصير تفس يعني بيصير تفاعلات معينه في الجسم ومواد كيماويه هي اسمها ميته يعني الميته هذه اللي ماتت لحالها هيدي ما زكيات يعني شو ما زكيات تزكية هي الذبح نعم أحسنت بس استثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد والسمك الجراد والسمك ميتتهم حلال حلال نعم الدليل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن ماجه وأحمد أنه أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال يعني شفنا سمكة فايشة وش المي كنا ناخذها طيب فيك تأكلها طبعا بس ما تكون خربان المكرش إذا مو نفس واحد تقبى ساعتها أنت لما ماشي السمكة عم تذبح شيء أكيد لا هذا شو واحد يذبح سمكة ما حدا يذبح سمكة مثل ما تفضل أخونا أبو حباد إنه كل الدم وين يجي بالغلاصن يقول لك لما بدك تشوف السمك أنت إذا كان تازة ولا لا تفتح الغلاصن تبعي وإذا حمر معناته تازة أدلون أهل اللادية يا أخي بيعرفوا بالسمك لحنا مو قاعدين على البحر قال والدم أي مسفوح كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله أي ذبح لغير الله كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوها يعني والله مثلا بيقول لك كان مثلا نحن بنعرف في شغلات مثلا كان يروحوا ناس على أضرحة نعم وياخذوا معهم كبش ولا ياخذوا دجاج ولا ياخذوا شيء ولا المهم يذبحوا لهالضريح يا لطيف كان تصير كثير هيك يذبحوا له للبدوي وللما بعرف مين يعني اسماء بيطلعوها والشيخ هي الخضر ومزار الخضر ومزار البدوي مزار ومزار مزارات كانوا يسموها حتى كانت منتشره عندنا كثير بالساحل هذه المزارات ويطلعوا عليها كثير شايف كيف انه والله رحم فضلك على الراس طلع استاذي اللي كان يعلمني دخل معنا استاذي اللي كان يعلمني وقت كنت بالثانويه الله يبارك لنا فيه فضلك على الراس فضلك على الراس ايه اهل القران واحباب الرحمن الله يسعد مساكم عم نحكي ما زلنا عم نحكي وما اهل به لغير الله يعني شوف جهل الانسان الله سبحانه وتعالى بتذبح للاصنام وللاضرحه ولل ما ينفعوك ولا يضرون لا يضرون لا كان ينفعوا لنفعوا انفسهم بالدرجه الاولى نعم فمن اضطر وصلنا لهنيك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني في حالات استثنائية يجوز للمرء أن يعني يتجاوز هذه القواعد إلى هاي المحظورات كلياتها نعم للضرورة يعني الضرورة مو والله الضرورة والله أنا جوعان شوي هاي ضرورة الضرورة أنا إنقاذ النفس أنا شفت لأكثر يعني أكثر مفسرين أجمعين أنه على ثلاث لقيمات أنه أكثر من ثلاث لقيمات أيوة لقيمات بس مشان يختات بس يختات يشيل قال ومن أعرض أنه أبى أن يأكل أو يشرب شايف كيف ثم مات كافرا يعتبر منتحر هذا لأنه أنت مباح لك مثلا هاي مباح الضرورات تبيح المحظورات وهي من المحظورات والله يعني في أحكام مباحة انه الله بيحب لك مثلا في اوقات معينه انك تاكل من هالميتة تاكل من هذا المحرمات كلياتها وهون الله سبحانه وتعالى ليش قال لك هدول محرمات لانه المحللات اكثر بكثير هو ذكر لك المحرمات بس انه هذا انتهي عنه وما تبقى كله حلال برأيي إن رب العالمين بده اياه بده الافضل لنا فيك انه هذا افضل شيء تاكله انتوا وقت ما بقى فيكم تاكلوا هذا الشيء الدكتور الخميس انا سمعت له المحاضره بيقول لك الله سبحانه وتعالى هو انه قال لك انه ذكر لك الخبائث والمحرمات والكذا لانه عددهم قليل اما الطيبات كثير الطيبات كثير شو بدي اذكر لك والله اعلم طيبات؟
الله خلقنا من الطيبات شيء كثير. أما المحرمات يعني حدد لك إياه هون بقانون معين، أنت بدك تنتهي انتهي. يعني هلأ بدي أقول لك شغلي، إذا أبوك قال لك لا تساوي هالشغلة هي، إذا أبوه الواحد قال له لا تساوي هالشغلة بيساويها؟ ما بيساويها، خلاص ما في داعي يقول له أبوه ليش ماذا كان يساويها؟ ليش بدك تقول لي ليش؟ خلاص تسمع الكلمة وبس. ما بالك برب العالمين. هلا عالمين رب العالمين يقول لك حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هو لبي لغير الله. ضل بدي اقعد اقول ليش وما ليش وبدي اطلع فوائد وما فوائد وليش ما بدي اكل خنزير لك هلا ضروري يعني. كل شيء فيها كل بالدنيا بدك. هلا خلاص امر والطاعة، السمع والامر والطاعة، هذا اكل خنزير هذا اكل خنزير خلاص. ما بدي الشغلة يعني. خروف وطيور وكل شيء. منيح اللي ما كان على شريعة موسى واليهود والتحريم اللي صار عليهم وعدم خلط اللحم مع اللبن حتى عندهم بالبيت. الله يسعدكم يا ميت أهلين مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن، نورتوا المجلس. صلوا على الحبيب بالصلاة عليه عيشك يا طيب وابتسم أنت صائم. إذا فمن اضطر غير باغ ولا عادي فلا إثم علي. أنت وين صرت؟ هي طيب شو هو شو الباغي وشو هو الظالم؟ فمن اضطر غير باغ ولا 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 عاد. الباغي هو يعني الذي يظلم، الظلم حقوق غيره، الذي يضع الشيء في غير محله، الذي يضع الشيء في محله. يعني بمعنى ما هو يعني مثلا انه يستعمل هالقاعده بغير محله. يعني هو هاي القاعدة يعني لواحد مكان مثلا واحد ما له شعار وأكل من هذا الحرام يقول لك أنا مضطر، هذا باغي بيسموه. هذا باغي نعم. والعادي أي متجاوز الحد. العادي متجاوز الحد يعني مثلا أنت بدك لقيمات تقيم نص البوك يعني، أما يروح واحد والله يعبي المعدة على الأخير اللي فرصة يلا باكله حتى عبي إيه بسط الماء. ما بتجي على الآية عامة إنه مثلا العادي إنه مثلا أنا جوعان هي كميتي إنه أخذ زيادة مثلا أو أذبح زيادة أو أقتل زيادة. هي هلأ هون اللي إحنا هون باستخدامها بهذا المكان فقط يعني، لأنه هدليك بتقعد مجال آخر نبحث فيه موضوع موضوع آخر. لكن هلأ إحنا هون عم نحكي بالاضطرار، إنسان مضطر فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. مثل بيقول لك مثلا انت اذا ماشي جنب استان وجوعان مثلا اكلت لك تفاحه اكلت لك دواء هذا الشغله يعني كل حسب حاجتك بس ما تحمل بس ما تحمل ما يعني هذا حلال اما هذاك حرام صار. الله ساعتها شو بيصير لما الواحد مضطر؟ الله بيغفر عليك. انا الواحد تعرف الانسان المؤمن ما بيرتاح نفسيا ما بمجد يعني، حتى لو كان مضطر وكان في مخمصة شديدة وكان في مخمصة شديدة، ما الإنسان المؤمن يا أخي ما بيحب يقرب على الحرام يعني يبغض الحرام يعني. ما مثلا يعني الشيء المحرم مثل الميتة أو الدم أو الـ أو الـ سبحان الله. هلا شوف مقال الدم، هلا أنت إذا بتشوف دم قدام منك أنت مسلم، هم بيأكلوا الدم بيبيعوه بيسموه هون بودينج بلود بودينج موجود تشتريه هيك مكبتول الدم مش اذا لا سمح الله. مو نحن في ناس بيشتروه بيقلوه هيك بيشرحوه بيقلوه بالمقلاي. انت ما بتقدر اذا بتشوفه بتدوخ اقسم بالله حقيقه يعني. ما يعني سبحان الله ما نفسنا ما بتقلب ما بتقبل يعني. احنا عندنا صعوبه جدا جدا في هاي الامور هاي يعني. لا يعني بجوز الواحد يعني الله سبحانه وتعالى لا يمتحننا، بس يعني بجوز الواحد يعني بيجبر حاله اجبار بس من شان مثل ما قال اخونا ابو مجد انه ما يكون انه يعتبر انتحار لأنه ما أكل وكان رح يموت. ما بيصير الحفاظ على النفس هون صار أعلى، فواجب عليه أنه يحافظ على نفسه وما يجي ما أنه يعني يترك نفسه تموت يعني. بس هو ما بس شو تلاقيه متضايق نفسيا. لذلك الآية شو آخرها أبو مجد؟ إن الله غفور رحيم. يعني إذا اضطريت معيش أنا بغفر لك وبرحمك يعني، ما أنه تزعل كتير. خلص أنت مضطر عم اضطر، احنا عم نقول هون اضطرار الواحد رح يموت يعني مو والله. هذا الله سبحانه وتعالى الباغي والعاد هذا الان شرطين حدد الله سبحانه وتعالى انه ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين يعني الحل انه انسان تنقذ نفسك لا تكون باغي ولا عادي لا تاكل كثير ولا تتجاوز نعم هذا الشرطين هن الاساس يعني انه مشان الله يغفر لنا
يعني في شروط ما تغفرك ما بتيجي هيك حط لك شروط انه والله مثلا انا بس مشان تنقذ حياتك والا غير هيك ما بصير. نعم بصير انت تجاوزت الحد. نعم بصير لك عليك حرمانيه بصفي. نعم سبحانه وتعالى والله اولى واعلم لانه انا قال انه الضرورات تبيح المحظورات فكل محظور اضطر اليه الانسان فقد اباحه له الملك الرحمن فله الحمد والشكر اولا واخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية تبع يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الله سبحانه وتعالى ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه. يعني يكفيك شرف أيها المؤمن أن الله سبحانه وتعالى ربطك به تقول آمنت بالله، هذا الشرف الأعظم، هذا أعلى مراتب الشرف أن تكون عبدا لله. لا يوجد شرف أعظم من أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. إذن يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ ارتبطت مع الله سبحانه وتعالى بالعبودية، ارتبطت معه باتباع الشريعة التي أنزلها على الأنبياء، وعنه تأخذ الحلال والحرام عن نبيك، يعني نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ديننا الإسلام. فالله سبحانه وتعالى يذكرنا بأنه وحده هو الرازق. الله يذكرنا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات، شوف كل كلمات إلى معنى، طيبات ما رزقناكم، يعني أنا اللي رزقتكم وجعلته طيب لكم وأبحت لكم الطيبات التي رزقتكم إياها. فيشعرهم الله سبحانه وتعالى أنه لم يمنع عنهم طيبا من الطيبات، وأنه إذا حرم عليهم شيء فحرمه لأنه غير طيب، غير طيب، ما طيب، الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه غير طيب فتمتنع عنه محبة بالله وطاعة له. ويوجههم في الآية نفسها بعد ما قال لهم أنا رزقتكم ورزقكم الطيبات، يوجههم إلى شكره الله سبحانه وتعالى. إن كانوا يريدون أن يعبدوه وحده بلا شريك، فيوحي إليهم أن الشكر عبادة وطاعة يرضاها الله من العباد. كل هذا كله جمعوا في آية واحدة، أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. بعد ذلك يقول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. الميتة يعني معروف شيء تأباه النفس كما قالوا الأخوة، لن أعيد ما قالوا، يعني شيء طبيعي جدا، هذا يسموه الكادافر. الكادافر ما بيأكل إلا بعض أنواع، الله سبحانه وتعالى سخر بعض أنواع الحيوانات لتأكل الجثث، يعني أغلب الحيوانات لا تأكل الجثث لكن بعضها يأكل الجثث، مثل النسور مثلا، النسور تأكل الجثث. نعم الخنزير، الميتة عرفنا حكينا عن الميتة يعني شيء طبيعي أنه إنسان نفسه تأباها وليس طيبة. الخنزير يعني ما في داعي نحن نقعد نعمل دراسات وحكايات، خلاص الله قال لك أمر والطاعة، ما في داعي نقعد نقول وسخ وما وسخ، هو طبعا وسخ يعني حقيقة، وهو يأكل النفايات، يعني ما يوجد شيء في الدنيا ما يأكله هذا الخنزير سبحان الله. يعني في أمريكا كان يطلع واحد برنامج مشهور جدا في ديسكفري شانل، ما بعد شافوه الأخوة، كان واحد يروح يختار أصعب الشغلات في العالم ويشتغل فيها عندهم يوم أو يومين ويصور الفيلم. فراح اشتغل مزرعة خنازير، هاي مزرعة الخنازير بيجيبوا كل النفايات، شوفي نفايات بالأكل في كل مطاعم تلك المدينة الأمريكية، أطنان بيحطونك كله فوق بعضه بماكينة، والماكينة بتساوي مثل الحليب، وبعدين بياخذوا لها الخنازير وتشوف الخنازير نازله شرق شو هذا، ريحته بتكون يمكن واصله 10 كيلومتر، ريحته قد مقرفه. ف يعني نحن اخي ما دخلنا، لكم دينكم ولنا دين. اليهود لا ياكلون الخنزير، المسلمين لا ياكلون الخنزير، هذا لون غير الدين يصطفل اخي هو دينه، نحن عندنا هذا حرام خلاص ما لنا علاقه، نحن بنتبع ديننا، بنتبع شرع ربنا سبحانه وتعالى. نعم وما أهل به لغير الله،
أي ما توجه به صاحبه لغير الله فهو محرم، لا لعلة فيه ولكن للنية. التوجه به أصبح لغير الله، صار في شرك بالله سبحانه وتعالى، فهو محرم لعلة روحية تنافي صحة التطور وسلامة تصور عفوا وسلامة القلب وطهارة الروح وخلوص الضمير ووحدة المتجه. فهو ملحق بالنجاسة المادية والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة، بل هو أنجس. أنا أقول أنه أنجس، ما أهل لغير الله به فهو أنجس من النجس، يعني النجاسة، أعوذ بالله من ذلك. إذن الإسلام يا إخوتي بعد أن أعطانا هذه الطيبات وحرم علينا الخبائث، لكن الإنسان كان يعيش في ظروف، وبعض الأحيان لحد الآن يتعرض لظروف قاسية، فهل هذه الظروف القاسية تبيح المحظورات؟ نعم، هذا الذي ذكره الأخوة وشرحوها، لكن بغير تجاوز لها أو تعد لحدودها. وهذا مبدأ عام ينصب هنا على هذه المحرمات، ولكن بإطلاق هي صح أن يتناول سواها في سائر المقامات. فأيما ضرورة ملجئة، أيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة، الحياة مقصد من المقاصد الشريعة عالي، عندك الدين، الحياة، العقل، هذه مقاصد الشريعة، فلصاحبها أن يتفادى هذا الحرج بتناول المحظور في المحدود الذي تدفع به الضرورة ولا زيادة. نعم، الله يجزيكم الخير، مرحبا بكم والله يسعدكم في مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن. وصلوا على العدنان، صلوا عليه لأن بالصلاة عليه عيشكم يطيب. ما في أحلى من مجلس أهل القرآن، ما في أحلى من السيران في آيات القرآن. طلع خذ أولادك وابنوا لكم سيران، ومروا على ربوة سورة البقرة، وتمتعوا هنيك بالأنهار الجارية والسهول الوافرة والأزهار والعصافير، والله يزيدكم يا رب من فضله. شو أبو مجد؟ تفضل يا حبيب القلب، يعني انتو كمان فيكم تشاركوا، لك والله بالسر وقلبي إذا واحد منكم كتب شغلة أو طلع حكا، لكن شاركونا يا جماعة، والله ما حلو قاعدين بالمجلس وأنتو ساكتين ونحن عم نحكي. تفضل أبو مجد. الشعراوي رحمة الله عليه، الله يرحمه الشعراوي، الله يرحمه، كان يعطي من صمصيم قلبه من هو وصغير. تفضل. قال لو انتظرنا حتى يتبين ضرر هذه الأشياء عن طريق العلماء كان مات ناس كتير، على بين ما يبين النتائج وهيدي شو بتسبب وهالمرض شو بيسبب. أما هون الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة، حري ما عليكم، خلاص انتهى. أما لو ما نزلت هالآية حرم عليكم، بدل استنى لحتى تطلع التحاليل ويطلع علماء ويطلع أطباء ويطلع كذا ويعملوا أدوية بتموت خير الله بشرية. ولذلك الله سبحانه وتعالى رحمته بعباده، خل حرم عليكم خلاص انتهى. المشكلة هذا الزمن، إنه هلا هذا الزمن نحن حاليا في علم، في إنترنت، قدرنا توصل لكل شيء بدك. بس طيب تخيل إنه ما في إنترنت، وقف الإنترنت، كيف بدي أعرف أنا شو بدي أعمل؟ كيف بدي أعيش مثلا؟ سبنا نرجع نبني من أول جديد ألف جيل لحتى نعرف نوصل. في شيء، في دستور لازم نمشي عليه كبشر. أخي لحنا منحب رب العباد، ولحنا عبيد لرب العباد، وهو أمره على الرأس والعين، وما منناقش ولا منقول. قال الله لبيك يا الله، يا الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خلاص قال رب العالمين هذا حرام، خلاص ما في داعي نقعد نناقش ليش حرام وليش مو حرام، وهلأ مندبرها من هون ومنلف عليها من هون ومنلاقي لها فتوى من هون ومنلوي عناق النصوص من هون. لك هذا بده الدنيا ما بده الآخرة، اللي بيساوي هذا الشيء بده الدنيا ما بده الآخرة وعم يلعب على الدين. احنا ما لنا هيك ان شاء الله، الله لا يجعلنا منه. بس أؤمن بالله بحقيقي، ما راح يفكر يجادل، بس أؤمن إنه هذا كلام رب العالمين، هذا نبي
النبي سيدنا محمد انه هذا الكلام نزل سبحان الله. ما راح تجادل والله ما راح تجادل، انت مقتنع، اذا مقتنع 100% بالموضوع ما راح تجادل. لما نزلت سورة تحريم الخمر قال انتم انتهون، شو قالوا الصحابة؟ انتهينا يا رب انتهينا فورا فورا كانوا الصحابة هل انتم منتهون؟ انتهينا. ايه خلاص، الحرام حرام، الحلال بين والحرام بين، ما بدي الشغله. تعرف كيف شيخ الاظن الجداد بيقعدوا بيفتوا لك مثل شحرور مثلا، كل فتوى عجيبه يا زلمه. هذا زمان صعب يا جماعه، انا ما دخلني، ها بيطلع على الانترنت شغلات عجيبه غريبه. فانت كل شيء اخي شوف بيشوش لك مخك بعد عنه نصيحه. امشي الحيط الحيط، قول يا رب الستر، احنا بزمان صعب وخليك على المحجة البيضاء تنفذ. ها اذا بعدت شوي عن الطريق يكون عم يستناك الضبع. الضبع عم يستناك، بيشخ على رجلك بعدين بتلحقه. بياخذك لعنده على الوكر على مغارة بفصفص قدامك صحتين على قلبه والله ساعتها. ايه لا اله الا الله، الله حيه والله. هذا الغالي. ايه شو هلا بتكون كملوا ولا بكفي اليوم؟ وين صرنا؟ قد الساعه؟ 7 الا ربع. شو ابو مجد؟ يلا تابع معنا ربع ساعه هسه. هلا رمضان رح نلتزم بالوقت على السبعة، يعني ساعه واحده غير رمضان من بيكون مجلس مشروح من دل المتابعين. طيب في قهوة صحيح، في قهوة ام مجد كمان غير رمضان. ابتسم انت صائم. يلا، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ما ياكلون في بطونهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. نعم، قال هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله. وعيد شديد، نعم، على رسوله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله. نعم، أن يخفوا عن الناس يعني ولا يكتموا، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي. يعني هون الإنسان مثلا هو في كذا قول، في قول مثلا انه هذا نزل في احبار اليهود لما كتموا انه عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه سوف ياتي رسول اسمه احمد، مكتوب بالتوراه وبالانجيل وبكل الكتب السماويه، انه كتموا هذا الحديث. ليش؟ لانه هن كانوا ياخذوا جزيه، لأن كانت اليهود هي كانت الدين الحاكم أو يكون كان الأساس، كانوا يأخذوا مصاري من بقية الناس، هذه الفلوس هذه اللي كانوا يأخذوها هي هذه جزية تعتبر، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه الثمن هذا اللي كانوا يقبضوه من الناس هذا. قال فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد سقط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم أي لا يطردهم أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم يعني التزكية هي الإنسان يكون إذا في شيء سيء الله سبحانه وتعالى بيطهره بيزيل عنه الأخلاق السيئة. بس أنت تلاقي مثلا إنسان عصبي، تلاقي إنسان أخلاقه سيئة، الله سبحانه وتعالى إذا كرمه سبحانه وتعالى يعني بيزيل عنه الأخلاق السيئة، بيزيل عنه الرذائل، بيزيل عنه الشغلات يعني بينقيه. ليش كمان بشوف الإنسان لما كتير شفنا ناس مثلا قبل ما يلتزموا الإسلام كان أخلاقهم سيئة جدا، بعد ما التزموا والتزموا بكلام الله سبحانه وتعالى وين غيرت أخلاقهم كلها. لكن
بلا ما اطول الحديث عم شوف الشيخ فتحي الصافي ولا ايه الله يرحمك يا فتحي الصافي ايه قصة التوبة اللي له انه كيف كانت اخلاقه وكيف كان قبل التوبة وكيف تغير 180 درجة بعد التوبة كيف رب العالمين سبحان الله الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعبادة الله وذكر الله تزكي الإنسان فتحوله من أبشع من الوحش إلى أرحم من الأم بوليدها. قال أن يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة وليس لهم أعمال تصلح للمدح، يعني ما بالمدح بشيء. نعم. ما عنده شيء منيح، واحد يقول عنه هذا. قال إنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله. هذه ما عملوا فيها والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة عن الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها. والله قوله أعلم. شكنا مؤمنين وبيعرفوا في نار وبيعرفوا في كل شيء. سبحان الله الكفر. يعني هلا مثل ما حكينا تلاقي واحد مثلا قبل ما يلتزم اخلاق صعبه ما عجبه شيء اموره يا لطيف التزم بتلاقي كل شيء هل كانت الاخلاق السيئه كلها راحت الله زكاه طهره. اذا الايمان او الاسلام ما بده يهذب النفس معناتها ما لك صرت مسلم. نعم والله الله يجزيك الخير. الله بدك تضيف عليها بشيء يا ابو محمد؟ تفضل يا حبيبي. الانسان اخواني الانسان محكوم في هذه الدنيا باحكام شرعيه بانه هذا حلال وهذا مباح وهذا حرام وهذا مكروه، وهي الضوابط ضمان لكل الناس في المصلحه والحريه وضمان للكرامه، وهذا المنهج بيسعد كل الناس بالدنيا ويسعدهم بالآخرة لأنه منهج الله رب العالمين. لا إله إلا الله. ومن يكتم هذا المنهج عن الناس أو بشوهه وبزوره مما كان بيكتم ما أنزل الله منه. نعم. وبيختلف منهجا وبينسبه لمنهج السماء فقد أفسد على الناس طريق سلامتهم وسعادتهم، يعني خرب لهم حياتهم، شوه لهم طريقهم، وكتم الحق جريمة لأنك يعني أشقيت الناس وعتمت عليهم منهج الله وحذفت أو شوهت، فهي تعد جريمة. واللي وضع هذا المنهج هو اللي بيقيم وبيقدر الثمن الحقيقي لهذا المنهج، وثمن المنهج هذا الجنة، وهذا الثمن يعني أبدي ودائم لمن حفظ منهج الله. لا إله إلا الله. لكن من يكتم هذا المنهج بالكتمان وبيأخذ ثمن قليل آني هو أكبر خاسر. يعني فإذا خطر يعني ببال الإنسان أنه يفتي فتوى من شان أخوه من شان حبيب لإله واحد بيحبه، أو طلب منه واحد غني يعني أنه يفتي له فتوى، ولا رئيس من هالرؤساء انه يفتي له فتوى ويعطوه مبلغ كبير من المال ومكانة عالية او هدية، فانه يعني هو توهم بهي المرتبة اللي وصلها انه بتساوي هي الفتوى، لكنه هو اشترى بآيات الله ثمن قليل. موجودين لحد الان ها الناس عم تحكي على واحد ما اذكر اسمه بيقلب كل مرة بيقلب مع انه عالم كبير ها، بس كل مرة بيقلب حسب السوق بيسوق. فهذا من هدلونة. أنا أسأل الله الله يتوب عليه. آمين يا رب. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ليش هني عم يكتموا؟ هني عم يكتموا من أجل عرض من الدنيا قليل. لو كان مليون دولار هاي الدنيا بتغر وبتضر وبتمر. وكل من أفتى بخلاف ما يعلم وهو يعلم الحكم الشرعي فقد كتم الحق مقابل ثمنا بخسا ثمن آني. واليهود
كتموا صفات النبي التي في توراتهم عن مشركي مكة ومشركي العرب حسدا عند أنفسهم من أجل أن تبقى لهم زعامتهم. هم كانوا بزعامة يعني ومكانة ورئاسة، فكتموا الحق من جهة مكاسبهم الدنيوية، وهذا الثمن الذي كسبوه سيكون في الحال مال أو بيت أو طعام، لكن في المآل هو نار تحرق. يا لطيف، تصور بطنك فيها نار ولا يكلمهم الله عز وجل. هو الواحد بصير معه أرحى أبو محمد، بصير بنط ما بيحط، أقسم بالله بحس خناجر خناجر عم تشق ببطنه. أيوة. شوية شوية جرح صغير بمعدته والأدواء. شلون إذا حطيت بقلب مطك نار؟ جبنا الجمرات من المنقل حطيتنا لك ياهن ببطنك، شو تزير فيك؟ يا لطيف يا لطيف. ولا يكلمهم الله عز وجل، يلعنهم ولا يطهرهم، ومحجوبين عن رب العالمين، وهذا خزي لأن الله لن ينظر إليهم. فإذا سمح رب العالمين لنا بالنظر إلى وجهه الكريم وأن يكلمنا يوم القيامة، فهي سعادة كبيرة، سعادة عظيمة يعني، لأنه رب العالمين هو أصل الجمال وأصل الكمال سبحانه وتعالى. قال ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. وإن إذا وجدت الله أنت وينكم يا أهل الرحمة يا أهل القرآن وأحباب الرحمن؟ إذا وجدت الله وجدت كل شيء، وإذا فقدت الله فاتك كل شيء. فاتك كل شيء. الله يجعلني أنا وياكم إخواني والسامعين والموجودين من الذين ينظر إليهم الله رب العالمين. اللهم آمين يا رب. والحمد لله رب العالمين. الله يجزيك الخير يا أبو محمد. شو في أختهم كتبت؟ الله يجزيها الخير، كتبت التعصب كمان شغلة بشعة منفرة. أي واحد بينفر عباد الله بأي أسلوب من الأساليب، أي أسلوب من الأساليب، سواء بالتساهل والتمايع والمسخرة، أو بالتشدد بالشكل القميء يعني بكل شيء، أي واحد ينفر عباد الله من الله سبحانه وتعالى فهذا على أداء جريمة. هاي جريمة كبيرة. هاي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما ننفر الناس من عبادة الله، إحنا عملنا نقرب الناس إلى الله بأي أسلوب من الأساليب، حتى لو أنه نمزح معهم ونضحك وننزل ونطقطق كتافنا لأخونا المسلم ونقول له إيه وكذا ونساير ونضغط على أنفسنا كله حتى نقربه إلى الله. أي أحباب الله، هذا الشيخ الله يفك أسره، الشيخ عم يبعطاني يا مجد الدين الله يبارك له، هذا اللاد آني هذا حياتي أنت، هذا عبد العزيز الطريفي قال طائفتان تضراني، الله يفك أسره يا رب، هو جميع العلماء رجال صادقين، لو طاطأوا للحكام كانوا ما عادوا بالسجن. قال طائفتان تضراني بالإسلام، طائفة تريد أن تنزع منه هيبته فلا تعرف منه إلا الروحانيات، وطائفة تريد أن تنزع منه رحمته فلا تعرف منه إلا العقوبات. طبعا الانسان بده دائما لا تشدد ولا يعني بده يساير، بده هذا اسمه مسايسه ومعامله، فن المعامله الناس، هذا كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوه، يعني كان يعلم كيف يعامل الناس ويعامل النفوس المريضه والنفوس المتالمه، وكله بيداويه بطريقته، يمسح على صدره بيروح له وجعه صلى الله عليه وسلم. هذه يعني الاسلام، لا انه بيصير مايع بالمره مثل ما مايعوا بعض الناس وسوليا شغله كلياتها مجرد بقت روحانيات كما يسموها، هي مو روحانيات كما يلبس عليهم الشيطان، او الاخرين الذين اذا واحد شرب سيجاره بدهم يقطعوا راسه، لك الشغله مو هيك يعني، والله مو هيك يعني، طبعا يشرب سيجاره بدعي له الله سبحانه وتعالى يعافيه من كذا، بدك تقطع ايده وتقطع راسه مشان يشرب سيجاره، لا حريشكم كراتوا الناس بالإسلام. نحن ما اعتقدش نحن آية عن الوسطية بالإسلام بسورة البقرة. نعم. إنا خلقناك أمة وسط المفروضة عن الناس ويكون رسول شهيدا. نعم. أي كنا نحن شرحناها، يعني الوسطية هي الله سبحانه وتعالى بعد الإسلام وسط، دين وسط. فكيف المتشدد وكيف الوسط هون حتى يعني ما يخربط الناس تفهم، الوسط هو المرتبة العليا.
الوسط هو المرتبة العليا في كل شيء، يعني أفضل شيء. حتى ما يفهم الناس إنه يعني إنه مثلا الوسطية هون بالنص يعني بين الإيمان والكفر، لا لا، الوسط هو الأعدل، المنطقة المثلى، المنطقة المعتدلة التي هي أفضل المناطق. ما ننزل لا طبعا، حاشا وكلا، مو هذا الأصل طبعا أكيد. أنا مثلا إذا بدنا نشبع نحن على الطبيعة، ما بالطب الشمالي ولا بشو اسمه، أحسنت شو اسمه، لا هذا خط الاستواء. نعم يعني نحن ليش نكمل يكون منطقة منطقة الأوسط، نحن ليش البحر المتوسط؟ أيوة. أحلى شيء منطقة البحر المتوسط، يعني هي فيها فصول أربعة، فيها صيف، فيها شتاء، فيها ربيع، فيها خريف، هون في الشتاء، هذا الوسط أحسن التعبير. يعني لا هي الصحراء الكبرى ولا هي القطب الشمالي، هي المنطقة الأجمل والأفضل والأعلى. نعم، أمة الإسلام يعني معنى يا إخوتي، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. هذا لون الناس اللي يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. هاي ثمنا قليلة مو المقصود فيه مثلا نعطيك 1000 كرون، حتى لو مليون كرون، حتى لو مليون دولار، هذا يعتبر ثمن قليل. كل الدنيا إذا بيعطوك كل الدنيا يعتبر ثمن قليل، لأنه وين الدنيا من الآخرة؟ الفاني بالخلود. أنت عم تبيع ما أنزل الله سبحانه وتعالى بثمن قليل، يعني معنى القليل قد ما كان كتير، يعني هذا كله ثمن قليل. تفهمتوا علي؟ هذا المفهوم. قال هذا اسمه، هذا المنطوق لا مفهوم مخالف له. يعني ما بصير تقول معناته إذا بالثمن القليل ما بيجوز معناته بالثمن الكتير بيجوز، لا، هذا المنطوق لا مخالفة له. يعني حكان ثمن قليل أو ثمن كثير، لا يجوز أن تشتري آيات الله، تشتري وتبيعها لآيات الله سبحانه، تكتم ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليش قال البطن؟ ليش قال البطن يا ترى؟ هات لنشوف، هات لنشوف. سؤال لكم، ليش الله سبحانه وتعالى قال ليش عطى التصوير ما يأكلون في بطونهم؟ حاولوا تفكروا لي فيها، في إلى كتير حكم هاي، وبالتفكير فيها هيتوضح لكم كتير أمور. ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ليش الله سبحانه وتعالى قال هيك؟ عندكم فكرة؟ هات لنشوف يا أهل القرآن، ليش الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا المثال بهي؟ الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. يا لطيف، الآية اللي بعدها مخيفة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. يا لطيف يا لطيف، والله هي بتهز جبل، والله بتهز جبل هاي الآية، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بس هلا أنا سؤالي لكم، لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذا التصوير؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أنا أعطيكم بس خيط واحد، ومن أعطيكم الأسبوع القادم، بعطيكم الأسبوع القادم تفكروا فيها، بس بدي لكم وجع البطن شلون. شفتوا شي واحد؟ أنا بحكم عملي في الطب شفت الواحد وبطنه عم يجعه شلون بيساوي. هلأ شوف، إذا واحد راسه عم يجعه ودرسه عم يجعه شو بيساوي؟ بيحط هيك إيده على راسه، تلاقيه ساكن. هاي سبحان الله دخل معنا هلأ جراح كمان، هذا الجراح حبيب قلبي، الدكتور عمار يسلم لي روحك، يسلم لي روحك يا دكتور عمار، صلي على الحبيب. عم نحكي على وجع البطن، وما يأكلنا في بطونهم إلا النار. عم نقول وجع البطن شو؟ ليش الله سبحانه تعطانا هذا الأمر؟ إلنا إذا واحد درسه عم يجعه بحط إيده على درسه هيك وبيقعد هيك، بس إذا واحد بطنه عم يجعه أو واحد رجله عم تجعه شو بيساوي؟ بيقعد. بس إذا واحد بطنه عم يجعه شو بيساوي؟ شو بيساوي إذا بطنه عم يجعه أبو مجد؟ شفتوا بطنه عم يجعه مزبوط شو بيساوي؟ بدي حط ايده على بطنه وينحني. لا
بتلاقيه عم يفرك عم يفرك ما بتلاقيه عم يركض. والله مرة صار بطني يجعني أقسم بالله يا جماعة، 10 دقايق يجعني مغص ما بعرف شو سببه، والله أصرخ يمكن البناية كلها ياتم. كل البناية من فوق لتحت سمعنا الصريخ، واركض من الغرفة هاي على الغرفة هاي، واركض وقول يا الله ويا الله ويا الله. لك أصعب منه ما في؟ أنا بتلات لك مبطون شهيد قد ما صعب. في حدا منكم صار معه أرحى لا سمح الله؟ لا سمح الله. وشوف الوجع الأرحى شلون، اللي بيجعوا بطنه ما يقدر يعود. مثل ما قالت الأخت هون كلام صحيح، إذا رجلك عم تجعك فيك تعود، تقعد وبتسكتك وبتمسك إيدك وبتقعد تقرا عليها وبتفركها، بس إذا بطنك صار يجعك بس تلاقي عم تفرك، عم تفرك مثل مثل الدجاجة المذبوحة. إي والله إي والله. هاي إذا وجع شوي، مشوان نقطة أسيد إجت هيك جرح صغير بالمعدة، نقطة أسيد إجا عليها. أحياناً تنثقب هذه المعدة، تنثقب المعدة وبيخرج الـ 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 العصير تبعها وبيخرب الأنسجة، وإذا وصل للبنكرياس وخرب البنكرياس تطلع الأنزيمات الهاضمة كمان. شوف التخريب اللي بيصير ببطنه للبني آدم، هاي حالة خطرة جدا إذا وصلت لهي الدرجة يعني، وصار البرفوريشن يعني انثقاب المعدة وخرج السائل وخرب البنكرياس وطلعت العصائر الهاضمة وخربت الأنسجة كلها هنيك. الدكتور عمار بيعرف بس يفتح بطنه الواحد شو بده يشوف ساعتها، جيجا مية بده يشوف يعني. ايه يا حبايب القلب، الله يسعد مساكم. ابتسم انت صائم. استعتنا بهدلون الايات، ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. هاي وظيفة عليكم للاسبوع القادم. في اخ شيخ حبيبنا عم يقول لأن الإنسان ما هو إلا بطن. يزيدنا زيدنا شيخ، كلامك كتير عم يعني عم يفتح خطوط، عم يفتح لنا نوافذ. ليش الإنسان ما هو إلا بطن؟ فكروا ليه الله سبحانه وتعالى ما يأكلون إلا في بطونهم إلا النار؟ ليش الله سبحانه وتعالى قال هيك؟ هاي جريمتهم عظيمة. أول شيء كتموا ما أنزل الله من الكتاب واشتروا به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. شوف شلون الله سبحانه وتعالى جاب هاي الصورة، واحد يأكل النار وبعدين قال ولا يكلمهم الله يوم القيامة، شغلة كبيرة كتير يعني. شوف هاي إجت ما يأكلون بطونهم إلا النار، وبعدين إجت ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آه شيخ بسام تفضل أبو مجد. يعني مثل ما تفضل الشيخ الإنسان بطن، نعم. يعني كيف بطن؟ أنت لما تأكل غذاء وين بدي يجي على المعدة؟ المعدة شو بدها تعمل؟ بتغذي كل الجسم، يعني كل الجسم. نحن منين بناخذ البروتين؟ ليش بناكله؟ واللحوم والشحوم والخضار والفواكه مشان يرتفع في جسمنا. وين بدي ينزل هالأكل كلياته؟ بدي ينزل المعدة عم بتجهز حالة النار. فكل يعني صار كل الجسم معدة، يعني ليش كله استفاد من الغذاء هذا؟ وإذا بلا غذاء الإنسان بيموت. هذا أكلوا النار، يعني شو أكلوا؟ أكلوا الحرام. أيما أي جسم، كل جسم نبت من سحتين فهو في النار. نعم مثل ما قال الشيخ بسام. هلا معنا الشيخ بسام قال مثل ما بعد ما قال الإنسان ما هو إلا بطن، قال هي مثل الأرض للزرع، كل جسم نبت من سحتين فالنار أولى به. مثل ما قال أخونا أبو مجد، فهي كالأرض للغرس. نعم يعني هذه إنه الإنسان مثل ما تزرع بدك تحصل، أنت تزرع شيء منيح بدك تأخذ شيء منيح، تزرع شيء سيء ما راح يطلع لك شيء، تزرع بالصحراء ما راح يطلع لك شيء. نعم. زرع بأرض خصبة بدي يطلع لك. أنت أكلت شيء سيء بدي يبين على جسمك، بدي يبين على حالتك، بدي يبين دنيا وآخرة. يعني دنيا أكلت ما حرام وبالآخرة بالنار. ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يا لطيف، يعني بس بدي أفكر بالكلمة هذه. شغلة والله شغلة كبيرة، شغلة كبيرة كتير. الأخت منال كتبت بعد إذنك الثمن القليل الذي ذكره الله يشترون به ثمنا قليلا. القليل هنا ليس المقصود بقليل من المال فقط،
بل هو عند الله قليل مهما بلغ المال، ولو مليارات تدفع لكن عند الله قليل. طبعا كما مثل ما قلنا يعني هذا الثمن قليل مهما بلغ، المقصود في هذه الآية ثمنا قليلا أي أنه قليل مهما بلغ، حتى لو بلغ كل كنوز الأرض. كل كنوز الأرض يعني كل كنوز الأرض لا تبيح لك أن تكتم ما أنزل الله من الكتاب، لأن هذه أمانة أمنك الله إياها، والأمانة عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليش؟ ليش الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذا المثال؟ والله أعلم. نترككم نفكروا فيها الأسبوع القادم مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن، لح نسألكم هذا السؤال ونتابع بهذه الأدية. صارت الساعة أبو حبيب الألف نكفي يعني اليوم. إذا حدا منكم بده يدخل، لأنه الآية اللي بعدها قد أدمؤوية ما قادر يتحملها يعني. فما أصبرهم على النار، يعني هذه بدها جلسة لحالها، جبال ما بتحملها هي جبال. ف يعني تشبيه فما أصبرهم على النار. مين بيصبر على النار؟ لك مين بيصبر على النار؟ طب أنت يا شيخ اللي عم تطلع تبرر للحكام الظلمة القتلة المجرمين الطغاة، تبرر لهم الطغيان تبعهم، هذا أنت شو؟ أنت صابر على النار؟ أنت لو أنك مؤمن في نار ما بتساوي هيك، مستحيل. ما في حدا يصبر على النار قسما بالله. مبارح لحكيكم قصة. أبو مجد حبيبي، أبو محمد أخونا مجد الدين والأحبة، أنتوا يا أهل القرآن ابتسم أنت صائم. بنتي مبارح قال بطني عم يجاني، عنا شوية نعنع، ما أحلى ريحة النعنع. لك إذا بتشم ريحة النعنع بيخف وجع بطنك. جيت أنا سخنت لها مي وساويت لها فنجان، ساويت لها نعنع. جيت بدي أسقيها صغيرة البنت بتسقيها تشرب نعنع، قعدت برد لها ياهو، حاططهم بالفنجان عم حركون. لك الفنجان صار مثل النار، وانا قاعد عم شوف الهبال عم يطلع منه. قعدت افكر بالاخره، قلت يا باي هاي درجه حراره هاي المي حوالي 85 درجه مئويه، الله اعلم 90 درجه مئويه مو اكثر 95. وهيك انا كنت خايف منها، عم اتفرج عليها وخايف عم برجف. قلت انا اذا صقيني اياها شو بده يصير فيني؟ جيت انا بعدين ضليت برد لي اياها للبنت، برد لي اياها. بعدين اجيت لك يا بابا تعال تشربيها بارده، اجي حطيتها على تمها. لك هي بارده يعني، صارت حارتها يعني حوالي 35 يعني هيك شيء مو اكثر، بس الفنجان لساته بالظاهر ساخن شوي. الفنجانة التدع الواحد منه، فكيف بدك تاكل النار يا باي؟ تصور والله واحد يجيب جمره هيك ويحطها بتمه، يا ويلتا، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فما أصبرهم على النار. يا ربي دخيلك، اللهم أنا نعوذ بك من عذاب النار، ونعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله يسعد مساكم حبايب قلبي. من هم من, 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 من شمال ستوكهولم نرسل السلام إلى سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ أنتوا الله سبحانه وتعالى ذكركم في من عنده، لأن هذا مجلس ذكر لله سبحانه وتعالى، وما أحلاه من مجلس، وما أحلاه من مجلس مع أخونا أبو مجد وأخونا أبو محمد وأخونا مجد الدين، وأنتوا كلياتكم يا أحباب الله يسعد مساكم ويزيكم كل خير. الأسبوع القادم إن شاء الله نتابع بالآيات، نكمل هدول الآيات، نرجع تبع وما يكون في بطونهم أولئك ما يكون في بطونهم إلى النار ويكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فيما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ثم نتابع بعدين إن شاء الله حسب الله ما يفتح علينا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن شاء الله بتمروا على سوق الهال، بتجيبونا شوية تفاح من عند القرطبي وشوية بردقان من عند الشعراوي وشوية مكسرات من عند الطبري والسعدي وابن كثير والطاهر بن عاشور
وكل أهل القرآن وأحباب الرحمن. والله يسعد مساكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.